قال مصدر رفيع لشبكة CNN الأمريكية إن طهران تخطط لتنفيذ رد حاسم ومؤلم ردا على الهجوم الذي نفذته تل أبيب السبت الماضي على مواقع عسكرية إيرانية. رجح المصدر أن ترد إيران قبل الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في 5 نوفمبر. مفهوم جدا ما صرح به مصدر رفيع لشبكة CNN بأن إيران سترد بشكل حاسم ومؤلم على هجوم السبت الإسرائيلي، ذاك أن البلدين يخوضان ضد بعضهما صراعا من خانة إما أنا وإما أنت، فلا يحتمل الأمر إبداء أي إشارة ضعف للآخر، وذلك برغم كل الإشارات التي كانت قد أرسلتها طهران بعدم الرد حال كان الهجوم الإسرائيلي مقتصرا على أهداف عسكرية صرفة دون أن تمس بمنشآت الطاقة والبرنامج النووي وكوادر النظام. لكن المتغير اللافت فيما كشفته الشبكة الأمريكية أن الرد الإيراني سيكون قبل الانتخابات الرئاسية، وناهيك عن قرب هذا الموعد المنتظر بعد بضعة أيام وتحديداً في 5 نوفمبر، فأن الربط بهذا الاستحقاق الذي يترقبه العالم أجمع يشي بأن طهران تمارس مزيداً من الضغط على الإدارة الأمريكية لمقايضة عدم الرد بتسخيم المساعي لوقف الحرب في لبنان وغزة، وأن تضاعف واشنطن جهودها للجم طموح نتنياهو العريض. وما يعزز الفرضية هذه التفضيل الإيراني لأي رئيس ديمقراطي على أي رئيس جمهوري، فما بك إذا كان دونالد ترامب الذي قاست معه طهران تجارب مؤلمة لا تريدها أن تتكرر في الأعوام الأربعة المقبلة. في آخر تصريحاته قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصير زادة إن بلاده قادرة على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل، والبيت الأبيض تعهد بما دأبت واشنطن على فعله طيلة عقود الدفاع عن إسرائيل. والحال أن الأمال التي علقت على خفض التصعيد في الشرق الأوسط بعد نجاح المساعي الأمريكية في جعل الهجوم الإسرائيلي محدوداً سرعان ما أصابها الأفول. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي. وخلال استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، شدد السيسي أيضا على ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه. كما أكد أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، نطلع منك على تفاصيل هذا اللقاء وما المتوقع في الساعات المقبلة في ظل الحديث عن ضغوط أمريكية للتوصل إلى هدنة في غزة ولبنان. نعم كارولينا، بداية يعني هذا اللقاء الذي عقد صباح اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في القاهرة، هذا اللقاء حمل العديد من الرسائل المصرية إلى الجانب الأمريكي. أولا فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، الرئيس السيسي أكد على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وكذلك ضرورة إنقاذ عمل وكالة الأونروا في أعقاب القانون الذي أقره الكنيست بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. هذه هي الموضوعات الثلاث الأساسية التي يعني تعتبر القاهرة معنية بها بشكل أساسي في ظل هذا التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية، وكذلك التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل وما يمكن أن يفضي إليه من دخول المنطقة في حرب إقليمية شاملة، طالما حذرت القاهرة منها ومن تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة. إلى جانب أن هذه الزيارة أيضا تأتي في سياق تحركات إقليمية مكثفة تجريها الولايات المتحدة عبر مبعوثيها في تل أبيب وفي القاهرة من أجل إطلاق ربما جولة جديدة من المفاوضات في أعقاب الجولة التي عقدت مؤخرا في الدوحة وانتهت دون تقدم يذكر فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي الجولة التي عقدت لمناقشة الطرح المصري الذي قدمته القاهرة وهو يتعلق بصفقة جزئية مفادها وقف إطلاق النار لمدة 2 فقط في مقابل الإفراج عن 4 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، وذلك يعني في محاولة ربما للقفز على العقبات التي اعترضت طريق مفاوضات وقف إطلاق النار بشكل كامل في القطاع على مدى الأشهر الماضية، وهي المفاوضات التي يعني عوقب التي وجهت بعراقيل يعني
يعني متعددة، سواء فيما يتعلق بالموقف المصري من الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وفي كذلك الجهة الفلسطينية من معبر رفح، وكذلك رفض إسرائيل الدخول في صفقة شاملة تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار. هذا المقترح المصري لم يتم حتى الآن التوصل إلى يعني تفاهمات جدية بشأنه بين الأطراف المتفاوضة، لكن هناك ربما طرح أمريكي قد يطرح في الجولة المقبلة من المفاوضات التي يجري التحضير لها حاليا، يتعلق ربما بوقف إطلاق النار لمدة تقترب من الشهر في قطاع غزة، في مقابل الإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. الملف الإنساني أيضا من الملفات المعنية بها القاهرة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، وفي ظل انخفاض عدد المساعدات التي تصل إلى القطاع بشكل يومي جراء العراقيل الإسرائيلية. نتحدث حاليا عن أقل من 100 شاحنة فقط تصل إلى القطاع، وهو الأمر الذي توليه القاهرة أهمية كبرى وتشدد على ضرورة تكثيف على العملية الإنسانية وإرسال المساعدات بشكل أكبر للقطاع. شكرا جزيلا لك من دير البلح وسط قطاع غزة مراسلنا محمود عليان. محمود، كيف هي التطورات الميدانية لديك؟ مزيد من الغارات كارولينا على مناطق شمال قطاع غزة، فلسطينيان قتلا قبل قليل أيضا في استهداف منزل جديد في منطقة بيت لاهيا، يضاف إلى غارات أخرى استهدفت منازل أيضا وأدت إلى مقتل 5 من الفلسطينيين أيضا في منطقة بيت لاهيا التي ما زالت تحاول أن تتعامل مع نتائج غارات سابقة أدت إلى مقتل أكثر من 150 فلسطينيا، عدد كبير منهم ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق الدوار الغربي ومشروع بيت لاهيا، ونتيجة لعدم تمكن فرق الإنقاذ من العمل في ظل هذه الظروف، والتقدم الدائم للدبابات الإسرائيلية ما زالوا موجودون تحت أنقاض هذه المنازل. في منطقة مستشفى كمال عدوان يمكن أن نقول بأن الدبابات الإسرائيلية وإن أنهت العملية التي كانت في محيط المستشفى وداخله قبل أسبوع، لكنها ما زالت تستهدفه. كان هناك استهداف للطابق الثالث لمستشفى كمال عدوان، أدت هذه الغارة إلى مقتل 4 من الفلسطينيين بينهم طفلان، وإحداث أضرار كبيرة جدا في محطة التحلية التابعة لقسم أمراض الكلى، وتوقف غرفة العمليات الرئيسية، وبالتالي هناك خشية عند إدارة المستشفى على مصير وحياة عدد كبير من الجرحى الذين حتى اللحظة لا يسمح لهم بمغادرة المستشفى أو إخراجهم إلى مستشفيات أخرى عاملة، وهذا يخالف ما قاله الجيش الإسرائيلي يوم أمس أنه سمح بخروج 46 مريضا فلسطينيا إلى مستشفيات عاملة في مناطق غزة، وربما كان يقصد أيضا الجنوب، لكن على الأقل حتى الساعة لم يصل جرحى إلى محافظة الوسط أو الجنوب في قطاع غزة. هناك أيضا في مدينة غزة الغارات التي استهدفت مناطق الغرب، هناك عدد من الفلسطينيين أصيبوا قبل دقائق فقط من الآن في أحدث الغارات التي استهدفت مدينة غزة، وامتدادا وصولا إلى منطقة صلاح الدين من محور حي الزيتون الذي شهد قصف مدفعي مستمر على مدار الساعة طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الصباح، وعلى الجانب الآخر مخيم المغازي الذي يشهد غارة للمرة الثانية تستهدف مركبة مدنية غرب المخيم أدت إلى مقتل 4 من الفلسطينيين. على الجانب الإنساني الجيش الإسرائيلي سمح بعبور بعض الشاحنات التي تحمل مساعدات للمنظمات الدولية من خلال محور فيلادلفيا، لكن هذا العدد ليس كافيا لتغطية الحاجة الملحة لعدد كبير من النازحين في جنوب القطاع، وأيضا الحاجة الملحة لسكان شمال القطاع الذين يعانون الآن في ظل استمرار العملية العسكرية. هذه الشاحنات كما تفضل الزميل أحمد هي أقل من 100 شاحنة تدخل، والحاجة إلى أكثر من 350 شاحنة يوميا. شكرا جزيلا لك من دير البلح وسط قطاع غزة مراسلنا محمود علي.